السلام عليكم. اتعلمنا في الفيديو اللي فات ازاي نختار كلمة مفتاحية قوية، وهي دي الكلمة اللي احنا هنستهدفها وهنستهدف الناس اللي بيبحثوا عنها. والمفترض ان اي حد يبحث عن الكلمة دي يلاقي الفيديو بتاعك في الاول، وبالتالي تصدر نتائج البحث وتحصل على الاف المشاهدات مجانا تماما. ازاي هنفهم اليوتيوب اننا مستهدفين الناس اللي بيدوروا على الكلمة دي؟ هو ده اللي هنتعلمه ان شاء الله في الفيديو ده. تابعونا. اول حاجه عندنا بنظبط عنوان الفيديو، تاني حاجه عندنا بنظبط الديسكريبشن او الوصف بتاع الفيديو، تالت حاجه عندنا بنظبط التاجز او الاشارات بتاعه الفيديو. هنتكلم في الاول ازاي نظبط عنوان الفيديو. مبدئيا هنروح عندنا للاستوديو التجريبي، يوتيوب استوديو، وممكن تعمل الكلام ده اثناء رفع الفيديو، وممكن تعمله بعد ما ترفع الفيديو وبعدها بمده. بعد كده هنروح لفيديوز او فيديوهات اللي عنده اليوتيوب بالعربي، هتختار الفيديو اللي انت عاوز تعمل له تهيئه، وليكن الفيديو بتاع المونتاج ده. زي ما انت شايف هنا تايتل، العنوان بتاع الفيديو. ازاي نظبط العنوان؟ لازم العنوان بيحتوي ويتضمن الكلمة المفتاحية اللي انت مستهدفها بالظبط. يعني احنا المرة اللي فاتت وصلنا مع بعض الكلمة المفتاحية اللي هي شرح برنامج كامتازيا ستوديو 9، لازم تكون موجودة في ضمن العنوان. ويفضل، وليس شرط، ويفضل ان الكلمة دي تكون في الاول، تكون في الاول خالص. يعني انا هنا مستهدف اكتر من كلمة، مستهدف كلمة تعلم المونتاج وشرح كامتازيا ستوديو 9 وكامتازيا ستوديو 9. انا هنا مستهدف 3 كلمات، عشان كده انا حطيت الكلمة دي في الاول وبعد كده دي وبعد كده دي. الفكرة مش الترتيب، الفكرة ان الكلمة المفتاحية لو انت مستهدف كلمة واحدة بس يفضل انها تكون في الاول خالص، وتكون محطوطة ومكتوبة بالظبط، ما تحرفش فيها. زي ما انت خدتها ولقيتها وبحثت عنها تحطها بالملي من غير تغيير حرف واحد، حرف واحد بس هيفرق معك. وهتلاحظ مع بعض ان اطول عدد من الحروف اللي انت ممكن تستخدمهم في العنوان 100 حرف، عشان بس ما تفكرش الموضوع مطلق ان انت ممكن تكتب 30 كلمة مفتاحية. لا، انت معاك 100 حرف، حطهم براحتك كلهم كلمات مفتاحية لها معنى، فيش اي مشكلة. تاني حاجة عندي الديسكريبشن. لازم الديسكريبشن يتضمن الكلمة المفتاحية او الكلمات المفتاحية اللي انت مستهدفها في اول 25 كلمة. يعني انا هنا كنت مستهدف 3 كلمات مفتاحية، شرح برنامج كامتازيا ستوديو 9 وكامتازيا ستوديو 9 وتعلم المونتاج، لازم يكونوا موجودين في اول 25 كلمة. طب بقيت الديسكريبشن هكتب فيه؟ الكلمات المفتاحية اللي احنا دورنا عليها المرة اللي فاتت وكان من ضمنها كلمات مفتاحية قوية برضو، وكان من ضمنها كلمات مفتاحية ضعيفة، بحاول ان انا اخلي الديسكريبشن بتاعي يتضمن الكلمات المفتاحية القوية والكلمات المفتاحية الضعيفة على قد ما اقدر. وخلي بالك انت متاح لك 5000 حرف، فالموضوع شغال معاك ومتاح معاك. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال، وانا ببحث على كلمات مفتاحيه تخص الفيديو بتاعي، تخص الموضوع بتاع المونتاج، ومن ضمن الحاجات اللي انا شرحتها في الفيديو بتاع المونتاج قص الفيديو والكتابه على الفيديو وازاله الكرومه الخضراء وتغيير خلفيه الفيديو وازاله الضوضاء من الصوت وتنقيه الصوت وتصفيه الصوت وعمل شريط اخباري متحرك على الفيديو. كل دي يا جماعه كلمات، وتصوير سطح المكتب، كل دي يا جماعة كلمات مفتاحية أنا أصلا وأنا بدور على الموضوع بتاعي لقيتها، وبالتالي ضمنتها في الفيديو بتاعي. ودي بتساعد اليوتيوب إن هو يفهم موضوع الفيديو بتاعك، وبالتالي هيرشح الفيديو بتاعك للناس اللي هي بتبحث عن موضوع المونتاج. ولما تفتح أي فيديو عندك هتبص تلاقي الفيديو بتاعك بيظهر في الجنب أو بيظهر تحت لو أنت فاتح من الفون. دي أول حاجة. وتاني حاجة طبعا بتساعد اليوتيوب ان هو يستهدف الناس اللي بتدور على الكلمات دي. يبقى النقطة المهمة هنا ان بحط الكلمات المفتاحية
القوية اللي أنا أصلا مستهدفها في الأول خالص في أول 25 كلمة. ويفضل ومش شرط أساسي أنك تكرر الكلمات المفتاحية دي خلال الديسكريبشن بتاعك. يعني ممكن كلمة برنامج كامتاز 9 دي وانت بتكتب إزالة الكرومة الخضراء عن طريق برنامج كامتاز 9، تغيير خلفية الفيديو عن طريق برنامج كامتاز 9، كل ما تكررها كل ما كان أفضل، ولكن بشرط ان هي ما تخلش بالمعنى وتكون في ضمن سياق الكلام. تالت حاجة عندنا هنا التاجز، الإشارات. شرط أساسي انك تحط التاجز او الكلمات المفتاحية اللي انت مستهدفها في الأول، وده شرط أساسي. يعني أنا كنت مستهدف شرح برنامج كامتاز 9 وكامتاز 9 بتاعت بالإنجليزي وتعلم المونتاج، لازم أحطهم في الأول، وبعد كده يا عم براحتك خالص اكتب بقية كلمات المفتاحية زي قص الفيديو وتصوير سطح المكتب، الكلمات المفتاحية اللي انت شفتها في الديسكريبشن اللي أنا دورت عليها ولقيتها تخص الموضوع بتاعي ولقيت اللي هي المعدل بتاعها كويس، أو حتى كلمات مفتاحية ضعيفة تحطها براحتك بقى خالص. طبعا اللون الاخضر اللي انت شايفه ده ان شاء الله هنشرحها بعد كده، ده برنامج بيساعدك على عمل السيو بدل ما انت شغال مانوال. البرنامج ده وبيوفر لك مميزات كتير جدا ان شاء الله هنحاول نتكلم عليها باذن الله في فيديو لوحدها. ومن ضمن الحاجات المميزات البرنامج ده اللي هو بيرشح لك كلمات مفتاحيه، ولكن احنا مش بنعتمد دلوقتي على برامج، احنا دلوقتي كل شغلنا مانوال، وان شاء الله هنشرح البرامج ديت بإذن الله، هنشرحها في فيديوهات لوحدها إن شاء الله. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشرح تقنية واستراتيجية جديدة هتخلي اليوتيوب لما أي حد يتفرج على فيديو عندك يرشح له ويظهر له قدامه بقية فيديوهاتك الخاصة بالقناة بتاعتك الخاصة بالموضوع بتاعك.